على الصراع. نعم سيؤثر بالتأكيد على الصراع، لأنه مع استمرار إضعاف هذا الكيان من داخله وتفكك النسيج المجتمعي بمقابل مزيد من التماسك لدى الفلسطينيين حول أهداف مشروعهم الوطني، أعتقد أن ذلك سيعني إخلالا بموازين القوى القائمة، ولكن على المستوى البعيد. وليس علينا الرهان في المدى القريب أن هذا الكيان يمكن أن يتفكك. طيب. فلا يزال شاهين عندما نتحدث ونقول بأن يعني هذا الفساد سيؤثر على الصراع العربي الإسرائيلي، اسمح لي أن أنتقل يعني بهذا السؤال إلى سيد بدوان. تلقائيا برأيك سيد بدوان، أيضا هل يمكن الربط بين هذه التقارير وهذه الاستطلاعات بعملية التسوية؟ هل فعلا ستسقط عملية التسوية؟ طبعا يعني احد مظاهر الفساد في اسرائيل هو الفساد السياسي كما قال زملائي قبل قليل وكما قلت انا ايضا. هذا الفساد السياسي جزء منه له علاقة بالصراعات السياسية داخل إسرائيل. الصراعات السياسية يعني تدفع باتجاه توليد حالات من الفساد والرشاوي وشراء الأصوات وشراء الذمم وشراء الأحزاب والقوى. لذلك مثلا تلاحظون بأنه منذ عام 1991 إلى الآن في كل حكومة كانت تتشكل بعد أي انتخابات برلمانية داخل إسرائيل كان تليها عملية مقايضة بين الأحزاب وشراء للأحزاب. الشراء عادة يكون بمجموعة سلة إغراءات تقدم لهذا الحزب أو ذاك مقابل تنازلات سياسية تعطى أيضا من قبل الحزب الأكبر لهذه الأحزاب الصغيرة. لنا أكثر من مثال أيضا على ذلك، ويعني هنا لا أود أيضا أن أستطيل في يعني تكرار وذكر بعض الشواهد والدالات القاطعة على ذلك. من هنا يعني أستطيع القول بأن هذا الفساد السياسي بالتأكيد هو يؤثر على مجرى الصراع العربي الصهيوني والصراع الفلسطيني مع الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني. هذا التأثير يجب أن يستغله العرب والفلسطينيين لتعميق أزمات الكيان الداخلية، لأن أزمات إسرائيل الداخلية كبيرة جدا وتتعدى أيضا الفساد السياسي إلى صراعات من نمط آخر داخل هذا المجتمع الذي هو بحد ذاته مجتمع هجين يعتبر تربة خصبة لتوالد الصراعات والأزمات الداخلية. علينا أن نعمق هذه الصراعات وهذه الأزمات لا أن نخفف منها للاحتلال، بمعنى أن نتخذ مواقف سياسية متماسكة واستراتيجية فلسطينية واضحة في التعاطي مع العملية السياسية ككل وموقف سياسي متماسك. هذا يؤدي إلى مفاقمة الأزمة السياسية داخل إسرائيل وبالتالي مفاقمة الفساد السياسي أيضا داخل إسرائيل، لا أن نقدم يعني نوع من الركون ونوع من الخطاب السياسي الهادئ جدا أمام يعني العدو الإسرائيلي. نعم سيد بوان. سيد شاهين برأيك إلى أي مدى يستطيع يعني يستطيع الفلسطينيون أو الفلسطينيين والعرب أن يستفيدوا من هذه الأزمات التي تعصف أو صراعات تعصف بالكيان الإسرائيلي؟ في الحالة الراهنة أعتقد أن الفرصة تكاد تعادل الصفر، لا أعتقد أن هناك إمكانية للاستفادة لأنها لا يوجد إرادة للاستفادة مما يقوم به الكيان الصهيوني وما ينثره من فساد وأزمات أخرى. أعتقد أن القرارات التي اتخذت في الفترة الأخيرة وخاصة من لجنة المتابعة العربية بالعودة إلى المفاوضات غير المباشرة والاستعدادات الفلسطينية الحالية من أجل العودة مرة أخرى ولحس المواقف المطالبة بوقف الاستيطان، كل ذلك من شأنه أن يوفر لإسرائيل ما تحتاجه من غطاء من أجل مواصلة سياستها في كل المجالات. لا يوجد سياسة شاملة لدى القيادة الفلسطينية في ظل حالة الانقسام بشكل خاص من أجل توظيف كل عوامل القوة في الصراع القائم مع إسرائيل وبضمنها استغلال قضايا الفساد أو الأزمات الأخرى التي يعاني منها هذا الكيان الصهيوني. واستمرار الحال كما هو بتقديري من شأنه أن يضعف الفلسطينيين أكثر فأكثر وأن يدفع العرب للرضوخ للإملاءات الإسرائيلية والأمريكية من أجل العودة إلى طاولة مفاوضات غير مباشرة الآن ومباشرة غدا وتوفير التغطية التي تحتاجها إسرائيل من أجل مواصلة سياستها العدوانية ليس فقط في الأراضي الفلسطينية بل باتجاهات أخرى في الشرق الأوسط. لا أذكر أن القيادة الفلسطينية الحالية ناقشت ولو في جلسة واحدة على الأقل ما الذي يمكن أن تفعله من أجل صياغة استراتيجية فلسطينية شاملة توظف كل عوامل القوة في مقابل سياسة إسرائيلية تحاول أن توظف ما تسميه إسرائيل بعقيدتها الأمنية القوة المتاحة والقوة الكامنة لخلق استراتيجية شاملة تستطيع من خلالها أن تواجه ليس فقط الفلسطينيين وكل العرب وأن تبقى على ما هي عليه رغم يعني قضايا الفساد والأزمات الأخرى التي تنخرها على المستويات السياسية والاقتصادية. نعم والإسرائيلية. من رام الله أشكرك الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ خليل شاهين، وأشكر من دمشق الخبير بالشؤون الإسرائيلية علي بدوان، وعبر الهاتف من غزة
أشكر أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر الدكتور ناجي شراب. مشاهدينا شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء. We'll be right back.